الجابري، ولكن القادمة منه مبارك بن محمد بن زيتون المهيري المجازف يتدخل في الأمتار المجنونة في الخمسمائة متر الأخيرة. هذا هو المجازف من أبناء منازف من مدينة العين دار الزين، يتواجد المجازف هنا ليقدم منه منوة الفوز والانتصار. يا سلام يا المجازف، مبارك بن محمد بن زيتون المهيري المهيري. هنا كنز القادمة، هنا الشاهينية وسلالة الواصل بالفعل. كنز يتواجد عبد الهادي بن سيف بن بعد السيف الخيارين، ولكن بن زيتون منوه 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 مبارك بن محمد بن زيتون المهيري المجازف المجازف. لله يدرك يا المجازف، سلام عيناوي سلام، سلام منازف سلام، تهانينا من الاعماق نزفها على ظهري منوه لايضا محمد مبارك بن محمد بن زيتون المهيري. كنز المركز الثاني عبد الهادي بن سيف بن بعد السيف الخيارين. المركز الثالث وصلت الشاهينية لسعيد بن رملي بن محمد بن مطر العامري. المشاهين علي بن حويل بن مهدي آل عامر الواصل والمنطلق، ولكن أعود ويبدو شعار العمري من الزاوية الأخرى، من الزاوية الأخرى هنالك التدخل من شعار العمري الواصل مع عناد سالم بن راشد بن سلم العمري، ولكن أعود مع الصدارة شاهين 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 ما شاء الله. علي بن حويل بن مهدي العامر الواصل المنطلق مع ناموس، مع التحية ومع السلام. نجران المملكة تناديك، المملكة تناديك، المملكة تنادي. هذا ناموس سلام 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 شاهين، سلام سلام المملكة العربية السعودية وجنوبها وشمالها وغربها وشرقها تستاهل السلامات. هذا هو شاهين علي بن حويل بن مهدي العامر، وسلام يا ابو مهدي سلام. المركز الثاني قدم عروض عناد سالم بن راشد بن مسلم العمري، وكفو يا بالسهران على هذا الانجاز. المركز الثالث هذه لحظات الوصول شاهين سعيد بن محمد بن الشرق العامري. راشد بن مسلم العمري بالسهران قادم منطلق، وهالي بدية مع الطيارة، طارت الطيارة طارت الطيارة، حلقت بالسيارة انطلقت اندفعت إلى السلطنة سلطنة عمان. صباحكم خير، وهذه في رصيدها ثلاثة سيارات. يا سلام مهرجان قطر، مهرجان المرموم، وهذه السيارة الثالثة تضيفها الطيارة 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 الطيارة. سلام للمختبر سلام. عامر بن راشد بن مسلم العمري يفوز بالسيارة ويحقق ويهدي أبناء السلطنة ناموسا صباحيا مميزا مع هذا المهرجان الختامي الكبير. المركز الثاني الذيباب، المركز الثاني وصلت لعيد بن عبد الله بن عيد المنصوري. من شاهين مع المركز الرابع، ولكن نعود مع البداية، نعود مع المقدمة الصدارة الصيرمي. المركز الأول الصيرمي إن لم يكن راي آخر مع شاهين، وصلت سلالة شاهين، خذ الحيطة والحذر يا الصيرمي. شاهين مع المركز الثاني هلال بن عيض بن هلال المزروعي. المركز الثالث المنطلق هنا اللي هو الوجه شايب بن هليل بن سويلم العنزي يا سلام، ولكن وين الصيرمي وين شاهين والصيرمي؟ الصيرمي 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 يا سلام يعلن الحضور إن لم يكن لشاهين. الصيرمي وشاهين شاهين والصيرمي الصيرمي الصيرمي صيرم النواميس الصيرمي صيرم الفوز صيرم الانتصار. غادر بالناموس يعلان بن ابو علي سعدته صباحا على هذا الفوز والانتصار. تهانينا الناصر بن سعيد بن ناصر الزرعي، اسعد الله صباحك والله اسعد الله صباحكم يا هالق اعلان بن ابو علي على هذا الفوز والناموس. شاهين مع المركز الثاني الهلال بن عيض بن هلال المزروعي.
قادمة على المركز الخامس، ولكن من وصلت هنا هجوم محمد بن سليمان بن علي الوهيبي. مرحبا بأبناء السلطنة، ولكن أعود إلى مقدمة الشوط. يا سلام التحديات الأخيرة، أريام أريام أريام، الشاهينية، اليمامة اليمامة، وأريام وصل الوهيبي، ولكن أريام أريام اللحظات الأخيرة اللحظات الخطيرة، اليمامة اليمامة غيرت الآن. حمد بن محمد بن مفتاح الشامسي الوهيبي، هجوم هجوم هجوم، اللحظات الأخيرة، يا سلام يا سلام الأمتار المجنونة، هجوم، وأيضا هنالك أريام أريام وهجوم، ولكن أريام تنتزع الناموس في الأمتار الأخيرة. تهانينا والناموس لمالك أريام. مطر بن سعيد بن خاتم الشامسي المركز الثاني، هجوم محمد بن سليمان بن علي الوهيبي. ميثاق عبد الرحمن بن راشد بن علي المعاضيد يتواجد هنا في هذا المسار، واللي واصله ملوله محمد بن شعفان بن عبيد بن عوض العامري، وهناك ايضا هنا ايضا الوصول من محبة سلطان بن سعيد بن مبارك الاكتبي، ولكن اعود الى البداية. خود ولا اسيل، اسيل ولا خود، هنا ما بين هالشعارات، ولكن اسيل 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 اسيل، زعبيل زعبيل هنا. الله تهانينا والناموس يا ابو منصور، وايضا تهانينا والناموس لساري بن كاس المهيري هنا المتابع الدائم لهذا الشعار. تهانينا تهانينا والناموس على هذا الهوز الجميل والمميز هنا. مشاهدينا متابعينا الكرام، احمد بن محمد بن كراز المهيري، وسلام للنباع، سلام. المركز الثاني، لحظات وصول هنا هملول محمد الشعفان بن عبيد العامري. العصا قوش والقوش قوشك والسام سهامك، مالي على رمش تسلى قوة قوة، وصل قاصد قاصد قاصد، هذا في رصيد انجازات، وصل شعار طالب بن سعيد بن مرزوق العسكري، ولكن هداج روح بن كراز، روح روح بن كراز، روح. يا سلامي على النباع، سلام، يا سلامي على بن كراز، سلام، يا سلامي على هديج هدي هداج، وسلامي إلى زعبيل، سلامي إلى زعبيل، سلامي إلى زعبيل، سلامي إلى بن كراز، سلامي إلى هداج، وراعي العوايد ما يخلي عوايده. تهانينا والناموس والف مبروك. المركز الثاني، وصل قاصد طالب بن سعيد المرزوق العسكري. شعار عبد الله بن ناصر بن مشيط المري مع انطلاقة هذا التحرك الجميل، الله 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 الله، ولكن هناك مع المقدمة المقدمة مع خميس بن محمد بن كراز المهيري، هناك مع الانطلاقة الأخير والانفراد الكبير. تهانينا لابو منصور على النقطة الثالثة على التوالي في هذا الانطلاق، ومع التوقيت الأفضل الذي فاز به هناك خميس بن محمد بن كراز المهيري. الحدرة الحدرة الحدرة، راحت بالناموس في اللحظات الأخيرة. تهانينا على هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني، وصلت هناك هناك وصلت على المركز الثاني في هذه اللحظة. سقطنا على الصدارة، سقطنا على المقدمة، وهنا تأتينا طنا طنا وسقطنا، ومن الجانب الآخر يا سلام يا سلام يا سلام،
شعار الرسمي، شعار الرسمي بالظبيان علي بن محمد بوليلة. المري ينطلق بوليلة على الصدارة على المقدمة، وسقطرة تحاول، سقطرة 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 تتسلل على الصدارة، تعود هناك بالظبيان، سقطرة بالظبيان بالظبيان وسقطرة في صراع، ولكن هنا الصدارة الصدارة والمقدمة مع سقطرة على الصدارة على المركز الأول وصدارة هذا الشوط. سلام للسلطنة، سلام على هذا الأداء المميز، تهانينا تهانينا على هذا الأداء الجميل هنا وفوز سقطرة لسالم الصغير بن حمد العويسي. المركز الثاني كان من نصيبه هنا أيضا طنا نفار بن أو من وصلت على المركز الثاني لمحمد بن علي بوليلة بالظبيان. للمعلومة ما زال انطلاق ذاتي، والنقطة الرابعة هي الحبسية الجمري، لنتابع شعار بن كراز مع هذا الإنجاز لهذه الفترة الصباحية. أبناء سحبيل يتابعون انطلاقات في هذا الشعار وحضوره في هذا اليوم وفي ثاني أيام هذا المهرجان ليثبت في حضوره، وأيضا ينطلق مع ناموس النقطة الرابعة لنتابع هذه الانطلاق. الله يا زعبيل، سلام يا زعبيل، سلام يا الختم، سلام على هذا الفوز، على هذا الانتصار، وعلى تقدم الاسناد. الثاني والتبريكات لعشاق هذا الشعار ولمتابعينا ايضا عبر قناتيات. هذه الحصول خط النهايه معلن الفوز والناموس المركز الثاني. وصل مشاهدي كرام غامر محمد فعتيك بن عبد الله العميري المركز الثالث، كان الوصول من غير مستحيل لسعيد محمد بن غضاب بعرض جميل، ركز تلقائي واندفاع ذاتي وبدون اوامر لابن عنود في الصدارة. الله، هذه امامكم نوف لسالم بن مطر بن عنود العامري الذي قدم اداء جميل. يا بن عنود يا بن عنود، المركز الثاني 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 الثاني، كمل نمبر تو بليز دايركتر الهواري اللي وصلت الان. هناك عتيق بن عبيد بن عاضد المهيري فاجأتنا في المركز الثاني، ولكن بن عنودة في خط النهاية ليحتفظ بهذه النقطة القالية. تهانينا لهذا الفوز لسالم بن مطر بن عنودة العامري مع نوف، مع الأداء مع الانطلاق. المركز الثاني قدمت لنا أيضا مشاهدي الأعزاء هنا صمت لعتيق بن عبيد بن عاضد المهيري. في هذه اللحظات ايضا ديمومة لسعيد بن راشد بن سعيد النيادي، ولكن الله يا سلام يا سلام، انطلقت اغادير اغادير، يا سلام الاداء رائع، العرض جميل. هذه هي اغادير على المركز الاول، مكتوم بن شيبة بن علي السبوسي. سلام 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 يا ند الشبا، سلام وسلام يا زعبيل على هذا الاداء الجميل اللي تقدمه غادير، ومشكور يا راشد يا بن سالم على هذا الاداء الجميل اللي قدمته. اغادير لحظة وصولها الى خط النهاية، تهانينا لمكتوب رشيبة بن علي السبوسي على فوز اغادير وانتزاعها لناموسي هذا الشوط. بينما المركز الثاني شهلولة لحمد بن فهيد بن صالح الفهيدة المري. و
هنا الوصول كذلك هنا ايضا شعار بن عاضد مع مسكن عتيق بن عبيد بن عاضد لمهيري ولكن الله الله القادم احلى هنا الواعل ناصر بن محمد بن حمود لو هيبي ولكن مداهم مداهم عصاف البطان عصاف البطان لا زالت مشكور يا ابو احمد مشكور يا مختار يا بن احمد على هذا الاداء المميز الجميل تهانينا تهانينا لطيار الوثبة على هذا الاداء سلام 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 للنهضة سلام للوثبة على هذا الاداء المميز الجميل مع مداهم لعبيد بن عبد الله بن عيد المنصوري على هذا الاداء المميز الجميل النقطة الثانية على هذا الأداء المميز الجميل بهذا الأداء المركز الثاني الواعي لناصر بن محمد بن حمود لوهيبي يا متعبة يا بن عنودي يا بعدي يا بن عنودي يا بعدي الأسماء قادمة الجزيرة واصلة مبارك بثعالب الحي المزروعي قادم مع المركز الآن الثالث وهنالك الدخول من الزعفرانة النوبي بالصمغ العامري ولكن المركز القادم الأسماء القادمة ناف لعبد الله بن دخيل الله بسلامة والجهني ولكن أعود مع المقدمة أعود مع الصدارة الشوط صاخن الشوط صاخن الشوط صاخن ما شاء الله شوف القدوم شوف القدوم شوف القدوم شوف القوة شوفوا الإثارة هنا المركز الأول والصدارة هنا منصورة 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 ما شاء الله القوة مع منصورة الجزيرة مبارك بن ثعلب منصورة الجزيرة ركزوا تابعوا اسعدوا تبسموا يا أبناء الفاتنة حمود بن عبد الله المحيربي كفو يا المهندس والأسماء القوية هنالك التحية ما شاء الله المركز الأول والصدارة والناموس النادرة معضد بن الصغير بن علي بن دري المنصوري ما شاء الله وصول وتقدم المحطة سعيد بن راشد بن مسلم العمري عماري العمري هنا في هذا الوصول ولكن أعود مع البداية هلولة أعود إلى الصدارة هلولة الخمسمية متر يا أبو علي هناك شعار بن دري يتواجد في هذا الشوط مع انطلاقة جمرة علي بن سيب بن علي بن سعيد المنصوري ولكن أعود مع البداية هلولة صدارة هذا الشوط شعار هناك أيضا والسهران الله مشكور يا السهران مشكور هنا ايضا على هذا التضمير الجميل ولكن الله الله سلسبيل 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 محطة محطة سلام بدية سلام سلام يا ود السهران سلام سلام لهذا الشعار الله تهانينا تهانينا والناموس على هذا الهوز محطة سعيد بن راشد بن مسلم العمري المركز الثاني قدمت العرض الجميل سلسبيل حمد بن سليب الحربي الله على العطاء المركز الثاني ياتينا النازع منصور بن علي العامري المركز الثالث لا زال النشمي خالد بن سيف بن فهد آل سيف الخيارين الله وصول المركز الثالث وصول مشاهدين الأعزاء هناك علي بن سعيد بن علي العامري راعي ملبي ولد سهران نعيش أجواء المنافسة نعيش أجواء الإثارة نعيش وأجواء الحماس والتحدي الكيلو الأخير والأمتار الأخيرة ورقم واحد يا لا زال الرقم الصعب الرقم الصعب مشاكل يسبب المشاكل سالم بن عبد الله بن شامس المحاربي وكما قلت الرقم الصعب نعم يحافظ على هذا الرقم بهذا المستوى سلام مشاكل سلام سالم بن عبد الله بن شامس المحاربي سلام على هذا الإنجاز المركز الثاني النازح منصور بن علي بن حمد بن سعيد العامري هنالك ولكن المتسلل بهذه اللحظات
خير اللي صار بن حمد ألم خيني. يا سلام، أعود إلى مقدمة الشوط. هنالك المتصدر بنت الطاير. الله 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 يا الوزان 400 متر. الله الله، المعركة طاحنة المرتبة الثانية واصلة لبنت لفون، ولكن أعود مع بنت الطاير وبنت لفون، بنت الطاير وبنت لفون، بنت لفون بنت لفون بنت لفون اللي لفت على الشوط وروحت في الشوط. الله ما شاء الله تبارك الرحمن، روح روح روح، الله وياك. علي بن فرج آل مشروم هو من حقق هذا الإنجاز، حقق. سلام للدوحة، سلام. المركز الثاني كان من نصيب بنت الطاير للوزان، المركز الثالث كان من نصيب العنود المبارك بنت عيلي بالحي المزروعي. الله يا بن مرخان، الله ايضا يا بن جعفر، يا سلام على هذا الاداء الجميل. والمقدمة مع غازي وعلي المدهوشي، ايضا يستاهل راعي غازي، ايضا متابعة ايضا في التضمير، وسلام على غازي على هذا الاداء الجميل. بدأ ينفرد، والسلامات الى زعبيل. سلام يا زعبيل، سلام سلام يا غازي، سلام سلام لمحمد بن جعفر بن مرخان، الك تبي تهانينا والناموس على هذا الفوز. والسلام ايضا للمدهوشي على هذا ايضا الانطلاق، علي المدهوشي. يا سلام يا سلام يا بن مرخان، ها هو يصل الى خط النهايه معلن الفوز والناموس. تهانينا لمالك غازي محمد بن جعفر بن مرخان، الك تبي على هذا الفوز وساعه وصوله الى خط النهايه معلن الفوز والناموس. المركز الثاني الذيب لمحمد بن عوض المجروعي، المركز الثالث لعبد الهادي بن سالم اللفجح المديم. ممتاز، من تقدم من حاشة البرنس واجهنا من حيث لا نعلم على مقدمة الشوط. السلام، ولكن وين من حاشة بنت التبر ما ترضى إلا بالناموس، بنت التبر ما ترضى إلا بالفوز. يا سلام يا السلالة الشاهينية، يا سلام يا التبر، يا سلام للمرة الثانية. دير البال يا بنت التبر من حاشة عادت، روح يا المدهوشي، انطلق المدهوشي للناموس للسيارة قدمنا يا ابو حياب. نشوف الرقص، نشوف الابداع، منحاش بنت التبر ما تسلم الامر، بنت التبر يا سلام ما ترضى الا بالناموس، ما ترضى الا بالفوز. مشكور يا بن مرخان، مشكور يا المدهوشي على هذا الفوز والابداع والانتصار. المركز الثاني مشاهدينا الكرام، وصلت في ثاني المراكز من حاشة تعود الملكية لقال الله بن عقيل. المركز الثاني في هذه اللحظات ملهم لمطار بن محمد بن دحروي العامري، انطلق بالمركز الاول كما تلاحظون متابعي الاعزاء ملهم. المركز الثاني ايضا غازي لاحمد بن عبيد في هذه اللحظات. المركز الثالث ايضا البصير سيد مبارك بن محمد البريدي. يا سلام يا سلام، 400 متر فقط لا غيرها عن خط النهايه عن الزعفران والسياره، ولكن خلاص ملهم 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 استلهم الشوط في هذه اللحظات. الله، انطلق بالمركز الاول. سلام سلام الوين، سلام مرغم، سلام الله مرغم يا سلام. تهانينا للمالك منهم ملهم مطر بن محمد بن دحروي العامري. سلام عليك مطر، سلام عليك مطر، وسلام تهانينا والناموس الى مطر بن دحروي العامري. المركز الثاني اللي هو متابع الاعزاء مبارك من خميس الكتبي، المركز الثالث للسيد محمد الهاجري.